اهلا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا محمود خالد. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي حاجه انا هعملها. النهارده هتكلم معاكم عن كيبورد يعتبر من افضل الكيبوردات اللي انا اتعاملت معاها، وخصوصا وايرلس من غير السلوك ومن غير اللعبكه اللي بتبقى حاصله هنا ديت. كمان هو ميكانيكال جيمنج بلو لايت. يلا بينا نشوف مميزات الكيبورد ده. الكيبورد اللي معانا النهارده كورسير K63، زي ما قلت لكم انه وايرلس وميكانيكال وبلو لايت. نادرا لما نلاقي الحاجات دي كلها موجوده في كيبورد واحد، خامته كويسه من شركه محترمه من كورسير، مش كيبورد صيني. نقدر نوصله للجهاز عن طريق ثلاث حاجات: عن طريق الواير العادي بسلك عادي، او انك توصله وايرلس، او انك توصله بلوتوث. الريسبونس تايم 1 ملي سكند، يعني بيجي بالسويتش من شركة شيري، من أفضل طبعا الشركات اللي تصنع سويتشات. حلوة القافية دي، شركات وسويتشات. سويتش شيري MX ريد. طبعا السويتش الريد صوته مش عالي قوي زي البلو، يعني تقدر تستعمله كذا حد موجود في المكان. الكيبورد ده ممكن يتوصل جهاز الكمبيوتر، بجهاز اندرويد، أي جهاز بيدعم البلوتوث تقدر توصله بيه. نيجي لأهم جزء في الكيبورد ده، البطارية. البطارية ممكن توصل ل 15 ساعة وانت مشغل اللايت. طفيته ممكن توصل معاك ل 75 ساعة شغالة عادي. بيجي مع الكيبورد القطعة دي، ودي بتخليك مستريح وانت بتستخدم الكيبورد، ايدك بتكون مستريحة. طبعا مع القطعتين اللي ورا دولت بيعملوا زاوية حلوة، فبتكون مستريحة وانت بتستخدم الكيبورد. نيجي بقى للزراير الموجودة في الكيبورد. زراير المالتي ميديا، تشغل توقف، زراير تعلي الصوت توطيه، تكتم الصوت خالص، زرار بتطفي منه النور وتعلي سنة، الاسهم، الزراير العاديه الموجوده في اي جهاز، شويه الزراير اللي ما لهمش اي 30 لازمه اللي ما حدش بيستخدمهم خالص، دولت اصلا مش عارف هم بيحطوهم ليه، مش موجود في الارقام اللي بتبقى على الجنب ديت. بعد ما اتكلمنا عن الزراير، خلينا نسمعكم صوت الكيبورد عامل ازاي. تعالوا نكتب اي حاجه. طبعا كنت مشتري الكيبورد من امازون، فجاي كله انجليزي في انجليزي، بقعد اتلخبط وانا بكتب عربي، بس ماشي. خلينا نكتب اي حاجه بقى، اي كلام حتى لو غلطت مش مهم. طبعا انا اسعدت، بحب قوي الصوت ده. زي ما انتم شايفين ان على حسب ضغطة ايديك وبيكتب اهو شغال. عايز تضغط وتحارب مع الكيبورد حارب، عايز تكتب بالراحة تبقى هادي كده في نفسك شغال برضه. الريسبونس تايم بتاعه زي ما قلت لكم 1 ملي سكند، فسريع جدا يعني. مش عارف انا ايه الهيروغليف اللي انا بكتبه ده، كفايه كده. طبعا زي اي منتج من شركه كورسير، في برنامج بيتحكم في الكيبورد ده، في الاضاءه بتاعته، في سرعه الاضاءه والكلام ده كله. اخر حاجه هتكلم عليها وهي الزرار اللي بيقفل الكيبورد خالص عشان لو عايز توفر طاقه البطاريه، مخرج اليو اس بي لو انت عايز تشحن الكيبورد او عايز توصله دايركتلي للكمبيوتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك اي حاجة انا هعملها. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.